بدل ما يهز الريح لو حرق قلبك نيران ناصب يا هلا ماشي والغيم فوقك في شان يا جدل ما يهز الريح لو حرق قلبك نيران ناصب يا هلا ماشي والغيم فوقك في شان فتحت سرورك بيه انسان يغروب ونجوم بتطوي وبتفيض ع كل الدروب فتحت سرورك بيه بساعد الغروب ونجوم بتطوي وبتفيض ع كل الدروب والأرض بتدور على ترابها اسماعيل. هذا واحد من الكتب اللي جاب لي اياهم الملازم اول احمد. وشو في هالكتاب؟ في الحقيقة. حقيقتنا وحقيقة احوالنا. منشان هيك سمموه لصاحب هذا الكتاب وودلوه. يا ويلي مين سمموه؟ ومين صاحبه؟ صاحبه اسمه عبد الرحمن الكواكبي. شيخ فهيم من حلب. لما الف هذا الكتاب هرب على مصر. بس العوانية تبع السلطان لحقوا له هنيك وحطوا له سم بالاكل واردفوه. الظاهر اللي بيقول الحقيقة بهالايام ما حدا بيحبه. الحكي مو صحيح يا اسماعيل. الظالمين وحدهم هن اللي ما بيحبوا اللي بيقول الحق. بس اللي مثلنا بيحبوا. ولا فكرك انه حب الناس اللي مثلنا ما له قيمة؟ شو هالحكم الظريف اللي عم تطلع معك اليوم؟ بتعرفي سلمى؟ انتي لو تعلمتي كان ممكن يطلع منك شغلة كبيرة كتير. الله يرحمه الأستاذ أنطون. كنت اتنصت عليه هو وعم يعلم الولادات. الله يرحمه. كان شهم. فداني يا سلمى. فداني. فداني أنا كمان يا إسماعيل. أنا بلاك ما بقدر أعيش. تخيل لو لا سمح الله صار فيك مثل ما صار فيه. كنت جنيت. أو كنت زتيت حالي من فوق الشير. تعرف أنا منه تعلمت كيف أكتب اسمي. شوف عفارم عليكي كتبتيها مظبوط. شوفي إذا حابة تتعلمي أنا بعلمك. أنا من يوم عرسنا كنت بدي أطلب منك إنه مهري يكون إنك تعلمني. واليوم لما شفتك غرقان بالكتاب كنت بدي اطلب منك هالشي. انت ما بتطلبي طلب، انت بتأمري امر. مين؟ انا نهلة. تفضلي نهلة. يمسيكم بالخير. يا اهلا وسهلا. لا تواخذوني اجيت بهالوقت، بس في خبرية لازم اخبركم اياها. خير ان شاء الله. شوفي بتعرفوا البيت اللي مو مسقوف بالضيعة؟ ايه. عم يقلي ابو فرد انه الشيخ امر الرجال بانه يرفعوا ترابه بكره مشان يعطيكم اياه تعيشوا فيه. الله يسعد بشايرك. لا تواخذوني قطعت حديثكم. ايه رايحه رايحه. شايف قديش بتحبك؟ لو بصح لها بتحطك بحنجور وبتخبيك بعبه. خاطركم. مع السلامه نهله. أنا إذا كان علي بقى بحطك بحنجور صغير، بس ما بحطك بعبي، بحطك بعيني. عنا فتايا الكاز، عنا خام، عنا طواق، عنا فتايا الكاز. كم متر الفتيل؟ إذا عجبك ما بنختلف. هذا حمار أبو حيدر، أنت مين؟ ليش عم تضحك؟ معقول يا عمي؟ عرفت الحمار وما عرفتني؟ هذا حيدر ابن ابو حيدر، ما عرفته يا بي؟ مرحبا عمي حيدر.
الله يرحم أبوك. والله لما درينا أن أولاد الحرام قتلوه تمينا 3 أيام ما غمضت النعيم. الله يرحمه. المرحوم أبوك كان له معنا قرشين، وكان الواجب ناخذ لك إياهن لما توفى، بس والله ما كان معنا. الدين اتركي لي إياه لبعدين. خدي هاي الشقفة وما بدي منكن شي. ايه عم، سمعت لي شي عن المشلحين بهالمناطق؟ راح تفرش يا سيد، عم بيقول في مشلح على يمين الطريق متخبي من هون لسلقين. كتر خيرك عم، فوت اكسر الصفرة معنا بالاول. ممنونك عمي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم ابوك. عنا فتايا الكأس، عنا قماش، عنا قاب. الهوارة الهوارة دبرها ومالها دبارة، ناس بتجبلها الطينات وناس بتحمل الحجارة. وعالهوارة الهوارة دبرها ومالها دبارة، ناس بتجبلها الطينات وناس بتحمل الحجارة. وعالهوارة الهوارة دبرها ومالها دبارة، الهوارة دبرها ومالها دبارة. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بيت الهنا إن شاء الله. الله يهنيك ويخلي لنا إياك يا شيخ. يعطيك العافية. الله يطول عمرك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين نظمي. أنا جاي استشيرك بشغلة. تكرم عينك أبشر. الصراحة يا عمتي أنا مشتهي فنجان قهوة من تحدياتك. مو تكرم عينك على عيني، بس لا تنسى تاخذ راحتك بالحكي تقبرني. ايه شرف شرف، تفضلوا. يا عمتي فلتي من الفلتان ما بتفوتها فايته. ايه خيو بصوره، الصراحه انا جاي ودعك. لوين يلا السلامه؟ خير خلص مسافر. طب مو على اساس ابوك كان ضد السفر؟ على مهله بيرضى، المهم هلا انه سافر ولحق بفهد مشان كمل دراستي هنيك. طيب ومنين بدك تامن مصاريفك؟ كل شيء تأمن. كسرت الخزنة؟ لا، اليوم خالة طلع صلاح بكير ونسي الخزنة مفتوحة. مو معقول. أتاري هذا خالك مو داهم دواهي، كانز على قلبه بلاوي ومعيشنا مثل أفقر العالم. طيب شو المطلوب مني أنا؟ المطلوب تسلمه الرسالة مشان يعرف أنه أنا أخذت المصاري وما يصدق أمي أو خدامي. ليش امتى ناوي تسافر؟ هلا تقريبا بعد شي ساعه راح اطلع من هون على محطه القطار دغري. رفيق ابو النجا منتظرني هنيك، بدي اطلع انا وياه على حيفا ومن هنيك نكمل بالبحر للندن. ماشي. تفضل القهوه عمتي. الله يسلم هديات. الله يسلمك. هذا اكيد ابي. هات هات الفنجان. مشان الله لا تقولوا لي انه انا كنت هون. أنا رايحة أفتح. افتحي. يلا يلا. وينو هالعطين؟ مين قصدك خالد؟ ابني نظمي، شافوه فات لهون. مزبوط هالكلام. اجى لهون ودعنا قبل ما يسافر على بيروت. سافر من شي ساعة وترك لك هالرسالة. شرف. تعرف يا خال، انت عملت زينة العائل انه بعت ابنك يدرس برا، لانه هاي البلد فعلا بحاجة لمتعلمين. والله اذا بيوقع بايدي ابن الكلب لاحسب الله ما خلق. شو هاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام.
خير يا وديع، شايف اجيت قبل موعدك. الفرنساويين يا شيخ قايمة قيامتهم وعم يجهزوا لحملة جديدة بطرطوس. الله يجيرنا من ساعة الغفلة. برأيك انتم ممكن تتحركوا؟ ما بعرف، بس اكيد بهاليومين. هالمرة ما رح نستناهم لحتى يجوا يحرقوا بيوتنا. شو قصدك يا شيخ؟ يعني ما رح نقعد ونستناهم، لازم نصبحهم قبل ما يمسونا. معقولنا جمعة طرطوس؟ يا ابو فرد، احيانا الافكار اللي ما بتكون معقولة بتكون هي عين العال. صدق من قال اذا خفت من شيء فقع فيه. بتروح بتدب الصوت بالضياع كله. لازم نتحرك قبل نص الليل. على راسي. يم الشال الميالة ريتك تبكي حلالة، ريتك حلالة تكوني وردة براس غصوني. ها ها ها. أوف يا بأوف. ها 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 يا بأوف يا بأوف. أوف أطلع كنا. فايتك لا تيابك ولا لا تيابك، لا بدي لوت تيابك بالدم لا عم بريضاك. يلا بوعدك اني ما اوسك. بوس ايدك ما توهس. اسمعوا لواطي، اذا بتكون معي دغري بوعدك اني اتركك، بس اذا بدك تلوفك معي رح خلي جسدك بدون راس. لا، سمعت شي عن واحد اسمه عبدون؟ ايه بعرفه، مبارح مر من هون. وين راح؟ والله العظيم ما بعرف، بس قال انه رح يتطوع بالعسكر الفرنساوي. وافى رح يدخل. بوس ايدك لا تاخذ بارودة. حميت ربك اني ما اخذت روحك. هلك لولا هلك. نظمي، عم بستناكن انت واخي فهد ترجعوا رافعين روسكن مشان نحن بدورنا نرفع راسنا فيكن. ها اطمن، ما بنرجع لما يكون معنا الشهادات العليا. الله حيو. يلا سلام عليكم سام لاز اول. وعليكم السلام. فوزتي ثورة وشغلني على عندي وعلى اهلي كله. فوزك العافية. الله معكم. ألف الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك يا إبراهيم بيك. احترامات إبراهيم بيك. أهلا. صاحب معالي كمال باشا ببلغ حضرتكم تحيات حارة وخاصة جدا جدا، وبقدم لحضرتكم مسدس شخصي هدية تذكارية تعبير عن مواقف حضرتكم وطنية. شكرا لك ولو. نحن الحقيقة ما عم نقوم غير بواجبنا تجاه بلدنا. صاحب معالي كمال باشا بعتني مع أخونا عمر من أجل دعم روح معنوية وتشجيع ناس على مقاومة فرانسيس. والحقيقة الروح المعنوية عنا عالية والحمد لله. أنتوا كيف أحوالكم؟ الحمد لله أوضاعنا تمام التمام. حكومة فرانسيس ما عم تقدر تبعت إمدادات عن طريق يليكيا بسبب عور الطرقات، وحكومة شام شريف ما عم تسمح لحكومة فرانسيس باستخدام خط حديد رياق هلب، ولهيك صارت قوات فرانسيس مهاصرة بأورفا وعنتاب، ونحن إبراهيم بيك ما عم نسمح لحكومة فرانسيس أنه تتحرك أبدا. الحمد لله. الصراحة موقف الحكومة العربية هو اللي غير الوضع. أنا ما عم أفهم شلون قدروا يمنعوا الجنرال غورو من استخدام خط رياق حلب. مو عبنا هن اثنين حلفاء؟ هذا صحيح، بس حكومة فرنسا ما عم تعترف بحكومة الشام، منشان هيك قالوا لهم نحن مضطرين نضل على الحياد بالحرب بينكم وبين تركيا لتعترفوا باستقلالنا. وفكرك هالشي رايح يخليهم يعترفوا باستقلالنا؟ تفضلوا يا شباب تفضلوا.
الرجال جاهزين يا شيخ. خلونا نتكل على الله. مرحبا. وين كنت لهلأ؟ قولي مساء الخير بالأول. جاوب على سؤالي بالأول وقعد قلي إنك كنت عند أبو خلدون، لأنه أبو خلدون إجا وسأل عنك. كنت عند الشيخ كامل قصاب حاكم الأفندي، شكل حزب جديد هو وجميل مردم بيك. معقول؟ شو صاير للناس؟ الواحد ما له شغلة غير يشكل حزب؟ بس الخبر السيء ما قلت لك إياه. اليوم قرر مؤتمر حلفة بسان ريمو انتداب فرنسا على سوريا ولبنان، انتداب بريطانيا على فلسطين وشرق الأردن والعراق. يعني بدأوا بتنفيذ اتفاقية سايكس بيكو. سوريا بلد الأحرار، سوريا بلد الأحرار، ارحل عنا يا استعمار، ارحل عنا يا استعمار، سوريا بلد الأحرار، سوريا بلد الأحرار، ارحل عنا يا استعمار. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. استاذ صادق شرف. لا معلي شيء، تفضل احكي انت. كلكم لقيتوا باللي صار، مشان هيك رح احكي باختصار. المجلس الاعلى للحلفاء اجتمع بسان ريمو وقرر تقسيم سوريا الطبيعيه الى قسمين، قسم شمالي بيشمل سوريا ولبنان عطول فرنسا، وقسم جنوبي بيشمل فلسطين وشرق الاردن عطول بريطانيا. هدول الحلفاء ما لهم لازم ولادين، وهلا لازم يعرفوا مين احنا، واذا ما سمعوا صوتنا لازم يسمعوا صوت رصاصنا. الشيء اللي صار بسان ريمو خطير كتير، بس كان متوقع. ولا تنسوا انه لما تشكلت الحكومه انا وافقت شارك فيها، لانه قال انها حكومه دفاعيه، يعني مهمتها الاساسيه الدفاع عن استقلال ووحده بلادنا، وهالشيء بده سلاح. مظبوط. طلبنا سلاح كذا مره من الفرنساويين ومن الانجليز، بس كل مره بيسمعوا بيطنشوا. لهيك انا ناوي اقترح على الملك اليوم انه نتصل بالبلشفيك الروس ونشتري منهم سلاح. رجاء خلوني اقول رايي. انا بتمنى عليك يوسف بيك انك ما تقدم هيك اقتراح. الله ما هي اصلك يا حكيم. وليش بدك اياه يلغي الاقتراح؟ اعوذ بالله، هذا ليس من شان الحريم. أنا ماني حريم يا شيخ، وإذا كنت نسيان رح ذكرك. أنا اسمي سارة بنت شفيق مؤيد العظم، يلي شنقوا جمال باشا السفاح يوم 6 أيار، وزوجة الطبيب عبد الرحمن الشهبندر، ومتعلمة مثلكم، وبيهمني أمر البلد مثلكم ويمكن أكثر. وين يا شيخ؟ السما خاصنا. السلام عليكم. يوسف بيك، أنا بعرف أنه اقتراحك هو الحل العملي، بس مع هيك بتمنى أنك ما تقدمه. ممكن تفهمني ليش؟ لأنه من غير شيء الملك عم يقول أنه نحن عملاء للبلشفيك. صراحة أنا ما فهمان ليش أنتم مفترضين أنه الحرب رح تصير. العالم يا جماعة مل من الحروب. ما تأخذني فارس بيك، ماني شايف أي شيء بيدعو التفاؤل. لك أنا بحب الفت نظرك لحقيقة مهمة كتير. يلي قرر تقسيم سوريا هنا للمجلس الأعلى للحلفاء، والقرار بيتم غير قانوني إذا ما وافقت عليه عصبة الأمم. مظبوط، عصبة الأمم ما وافقت على قرارات مجلس الحلفاء، وهذا شيء مهم كتير. بس الأهم إن الملك يروح على مؤتمر الصلح فورا، لأنه من لا يحضر القسمة لا يقتسم
لازم تعرفوا أن الملك طلب السفر لحضور المؤتمر من 4 أيام، ولحد هلأ الجنرال غورو ما رد عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا حكي، حمد الله على السلامة. مرحبا يا شباب، الله يسلمكم. يا سلام شباب. إيش قصة تأخرت المرة علينا؟ متى عرف السبب بطل العجب؟ خير إن شاء الله. ما بعرف إيش ده قلك، الناس اصلن ما بعرف، ما عاد حدا يتبرع، والمبلغ اللي كنت ألمه بيوم هلا ما بحسن بلمه بشهر. هذا شيء متوقع، لأن الناس بعد إعلان الاستقلال حسوا إنه زال الخطر. مظبوط، أكثر من واحد قال لي هالحكي. لازم تعرفوا إنه الخطر بعده موجود يا شباب، وإنه عم يكبر يوم بعد يوم. مشان هيك يا حجي ما في داعي تخبر الشباب بنتيجة جولتك، حتى ما يأثر على معنوياتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا إبراهيم بيك، عدم المؤاخذة، الوقت ضيق شوي. خير إيش فيه؟ هذا الخاين عبدون اللي حاول يختطف كريمتكم. إيش هو عبدون؟ متطوع بالجيش الفرنسي وجاي دليل مع مجموعة كبيرة من المتطوعين. وين شفتهم؟ تركتهم من ساعة ونص بين أريحة وأورم الجوز. معناها جايين لعنا. أكيد. لازم نسمعهم يا شباب. خلي الشباب جهزوا حالهم نمشي خلال ساعة. قلت لك ما تغيب أكثر من أسبوع، ليه تأخرت؟ ما حبيت أرجعوا إيدي فاضي. تفضل. إيش وقت؟ هذا أول قسط من المهر. نبهت نبهت. نعم يوب. سلمي على حيدر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شرف إبراهيم بيك، هذا مسدس. هذا هدية مني إلك. بس أنا ما بستاهله، لأنه عبدون فلت مني. انت بتستاهل كل خير ان شاء الله. دائما تضل عند حسن ظنك. وهلا بدكم تسمحوا لي راح جهز حالي. عن اذنكم. تفضل. ليش مفت الفرشة؟ نش
الفصول الفرنساوية مجموعة عربات وخيالة. خذ محلك، خذوا مراكزكم يا شباب وانتزوا إشارة مني. نجيب قنابل. الضربات اللي عم يضربنا اياها الفرنساوي غايته انه يكسر ظهرنا، بس الله كبير وعم يخزله، لانه الضربة اللي ما بتكسر الظهر بتقويه. كلامك صحيح يا شيخ. مضبوط يا شيخ، بس يا شيخ ما عم يتركوا للناس وقت مشان يفلحوا ارضهم ويربوا اولادهم. بصراحة انا خايف تكون الناس تعبت. هاي حرب يا ابو فرد، حرب وجود، وجودنا او وجودهم. نحن اصحاب حق، وباذن الله الحق ما بينهزم. لا تواخذنا يا شيخ، بس داهش دري انه في بيتنا اسير فرنساوي فراح يقتله. معناها داهش وعي؟ ايه وعي، بس لما عرف انه في اسير فرنساوي كأنه ركبوا عفريت. انتو ما حدا منكم يتحرك، ابو فرد بيعرف كيف يتفاهم معه. خذيه معك. هذا الشيء ما بيعني انه نستسلم. يا بني آدم، هذا عربي مو سمعانه عم يحكي مثلي ومثلك. كذاب، خليه يقتلني. اقتلني اقتلني، كرهت روحي، ما نحبش نعيش، ما نحبش نعيش، ما نحب. كذاب، خاطر بي أنا عربي مسلم، اسمي بالقاسم حسن تونسي. والله العظيم ما نكذب ما نكذب، أنا مسلم ودمي عليك حرام. الشيخ عطاه الأمان. Thank you.
اللي نشوف هذا توقيعك اللي على الكشفين؟ نعم سيدنا. وأن واحد منهم هو الصحيح؟ بظن الأخير سيدنا. بتظن؟ لا لا سيدنا، الكشف الأخير هو الصح. والإشارات اللي حاططها بجنب بعض الأسلحة شو بتعني؟ لا يوجد ولا لم يجري الجرد؟ بعض منا سيدنا لا يوجد، وبعض الآخر لم يجري الجرد. مين اللي عينك رئيس لجنة جرد الأسلحة؟ ياسين باشا رئيس الديوان الشورى الحربي سيدنا. نقلع من وشي. حاضر سيدنا. لازم اول حسان تبع الكولونيل كوس، والاسم على اسم لا هو ما غيره. العمى بكل الجيش ما لقوا غير هالخاين يعينوه. انا بلشت اقتنع بوجهه نظرك تجاه الشخص. اكيد علاء بيك هو اللي عينه. يا ريت لو علاء الزفت هو اللي عينه، كان الواحد ما زعل. لكن مين سيدي؟ ياسين باشا الهاشمي رئيس ديوان الشورى الحربيه شخصيا. بيخطر ببالك هيك شيء؟ بس اكيد عينه بالتماس من علاء بيك. المهم انا اصدرت قرار بحل اللجنه السابقه وتعيينك رئيس للجنة الجديدة. شلون همتك؟ أنا جاهز من هاللحظة. معالي الحكيم الشابندر. خليه تفضل فورا. حاضر. تفضل معالي الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي أنا بستأذن. إذا ما عندك شغل خليك. اللي راح نحكيه بهمك مثل ما بهمنا. تفضلوا تفضلوا. خير حكيم، صار شيء جديد؟ ايه نعم، صار شيء خطير كثير. امبارح وصلت من مليران برقية فظيعة. من كثر ما غاز منها قدري نسخها بالحرف الواحد. اسمعوا على هالكلام اللي مثل السم. إن الحكومة الفرنسية مشيرة من جهة إلى بلاغاتها السابقة، ومن جهة إلى المبادئ العمومية لتحرير الشعوب والمعاونة التي أعلنها مؤتمر الصلح، تؤكد اعترافها بأن للأهالي المتكلمين باللغة العربية. يعني نحن برأيهم مو عرب. الأسوأ لقدام. اسمع، للأهالي المتكلمين بالعربية من جميع المذاهب الساكنين في القطر السوري. الساكنين؟ إيش هو البلد أوتيل نحن نازلين فيه؟ اسمعوا للأخير، للأهالي المتكلمين بالعربية من جميع المذاهب الساكنين في القطر السوري الحق في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفة شعوب مستقلة. الله أكبر، شعوب مستقلة. وفرنسا ترى من واجبها أن تقبل المهمة التي عهد بها إليها مؤتمر الصلح لإعطاء هؤلاء الأهالي مساعدتها ومشورتها لتحقيق أمانهم المشروعة. هي أول مرة بحس فيها بالندم لأني شاركت بالثورة العربية. دون الثورة كانت أوضاعنا أسوأ من هيك بكثير. ليش شوفي أسوأ من هيك أوضاع يا حكيم؟ نحن قمنا بالثورة حتى نوحد أمة العرب، ابن صنع بعض الشعب شعوب. لكو حتى هاي مرضيانين اعترفوا لنا فيها. نحن برأيهم أي كلام، أي سكان. الصفة الوحيدة اللي منتميز فيها إنه منحكي عربي. لسه القصة ما خلصت. أنا آسف. الصراحة أنا وكل رفقاتي منعرف إنه الإنجليز والفرنسيين لهم مطامع ببلادنا، بس أنا ما كنت متوقع إنه وقاحتهم توصل لهالدرجة. أنا كنت عارفان هالشي من زمان، لهيك حاربت مع العثمانيين لآخر يوم بالحرب. ما في داعي تشعر بتأنيب الضمير، لأن السلطنة العثمانية ما عاد لها أي وجود فعلي من يوم ما استلموا الحكم هدول ياود دونما جماعة الاتحاد والترقي. حاسس حالي عم بقرأ بكتاب بعرف مسبقا كل شيء فيه. كل شيء قالوه مبارح عم يصير اليوم. يا خوفي كل شيء عم يقولوه اليوم يصير بكرة. بس تأكد إنه ما بيصير هيك شيء وأنا طيب. علي، رهيب، فتشوا له خذ سلاحه.
بالله سيدي الشيخ، انا وبرشا ناس توانسه وجزائريين ومغاربه بعسكر فرنسيس مقهورين على ارواحنا، ما نحبش نحارب اخواننا العرب المسلمين. احنا مصدقينك يا ابني، هني هدول الفرنساويه والانجليز دائما بيعملوا هالطريقه، البلاد اللي بيستعمروها بياخذوا منا شباب وبيحطوهم بوش المدفع مشان يتفضوا هن لنهب خيرات البلاد. كل شيء جاهز. يلا يا ابني قوم تيسر وروح لعند ربعك، اخونا اسماعيل بيوصلك، بس اياك تفكر انك تحارب، لانه اذا وقعت بالاسر مره ثانيه انت بتعرف شو العقوبه. نعرف سيدي الشيخ، نعرف. ان شاء الله نراكم ديما بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا ماني مرتاح حتى فيتو. انا مقدر مشارك يا فرد، بس عندي احساس انه هالرجل ما كذب ولا بحرف، ثم بعدين ما بنقدر نتركه هون، لانه اخونا داهش متوتر، وانا متاكد اذا شافه راح يروحوا. صحيح اللي سمعته يا شيخ؟ شو اللي سمعته يا داهش؟ صحيح فلتوا لي هذا الضلالي؟ اي نعم فلتنا، بس لازم اخذ تاري، كنت لازم فشغل لي فيه. قصدك تار انطول؟ ما هي اسمعني منيح يا داهش، احنا ما منفرط بحق حدا من اخواتنا. طب ليش فلتوا لي هذا الكلب؟ كان لازم اخذ تاري منه. احنا اخذنا بتارك وتار انطول، قتلنا الضابط اللي قتله ومجموعة معه كمان. بس ما لكم حق يا شيخ، كان لازم اروح معكم. كان جرحك لساته طري، مشان هيك عمل لك هدي بالك. في شيء اساسي لازم تعرفه يا داهش، تار انطول ما خلص وما بيخلص طول ما في عسكري غريب بالمشرق. ما شاء الله ما شاء الله، احلى ثوره في الدنيا. واحد اثنين وهوب. الله يحفظك يا رب. دميان فوتوا لجوا شوف مين اجا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين وسهلين. شو ما تذكرتني سألنا زمان؟ أهلين وسهلين أخي أبو النشر. كيف صحتك؟ أهلين وسهلين. تفضل تفضل تفضل. شو أخباركم؟ لا تأخذني معرفتك. طمنا عليكم. الحمد لله. شرف شرف. يا لطيف كيف الزمن هيك بمر بسرعة. معك حق، الزمان عم يمر فينا خطف. شرف شرف تفضل. شو أخبار أخي نظمي؟ شبك تغير لونك؟ عم بسألك عن نظمي. الصراحة أنا جاي أسألك عنه. أنت بدك تسألني عنه؟ ما سافرت أنت وياه سوا؟ إحنا سافرنا سوا، بس لما وصلنا على حيفا قال إنه طالع باله يزور القدس، وبعد يومين سافر لهنيك وما عدنا سمعنا عنه أي إشي. ليكون سافر بدون ما يمرق لعندك؟ ما بظن. صحيح نظمي ما بحب الشكليات، بس هو وعدني يمر علي بالرجعة من كل بد. لكن وين بده يكون يا ربي؟ لا مرق لعندك، لا بعت لي مكتوب. امبارح وصلتني رساله من اخي فهد عم يقول انه هو ما شافه ولا بيعرف عنه اي شيء. هذا اللي كنت فزعان منه. شو قصدك؟ مثل ما بتعرف انه المسلمين من اهل القدس بيحتفلوا موسم النبي موسى، وهالسنه صادف العيد مع اعياد المسيحيين واليهود، فصار احتكاك بين العرب المسلمين والمسيحيين من جهه، وبين اليهود من جهه ثانيه، فصار بيناتهم اشتباكات مسلحه وقع فيها أكثر من 250 جريح، وبيناتهم 4 قتلى من العرب. يعني بدك تقول إنه نظمي؟ لا لا لا، الأربعة اللي ماتوا أساميهم معروفة، بس في جرحى أخذوهم الفلاحين معهم لما رجعوا أضيعهم، وما بقى غير نظمي يكون واحد من هدول. طيب ليش ما يكون نظمي سافر على أوروبا؟ ما بظن، لأنه أغراضه لساتهم بالأوتيل اللي قلت له ينزل فيه بالقدس. طيب شرف نتغدى سوا. لا لا أنا بدي أمشي، لازم الحق الترين. بس شو بدنا نعمل مشان ابن خالي نظمي؟ بدي اترجاك ما تجيب سيره لاهله، لبين ما اروح ادور عليه عن عرب القدس. خير ان شاء الله. السلام عليكم. بامان الله. مع السلامه.
هذا؟ شو عم تعمل لحالك هون؟ عم فكر فيكي، عم فكر بحالنا. لإمتى بدنا نضل عايشين هيك؟ إمتى بدنا نعيش مثلنا مثل هالناس؟ الناس اللي ما عندها لا فرنساوي ولا إنجليزي ولا احتلال، لإمتى؟ بتعرف يا حيدر، بتمنى حط راسي ونام بأمان، بتمنى فيق عند الصبح وما اسمع أي خبر عن مقتل فلان وخيانة علتان. يا نباهة اللي مر على هالأمة ما مر على حدا بدونك. يفرجها ربك يا حيدر. تعال امشي. عيون إسماعيل، أنا حامل. أكيد لو حرق قلبك نيران ناصب يا هلم راجي والغيم فوقك تيجان يا جدل غير السكري لو حرق قلبك نيران ناصب يا هلم راجي والغيم فوقك تيجان فتحت سرورك بيه ساعي الروح ونجوم بتطوي وبتفيض عكل الهدوم فتحت سنورك بيه ساعي الروح